السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين هايبر لولو ماركت السعودية، معكم الميك اب ارتست حليمة سبيعي. اليوم أنا موجودة حصريا في ايفنت الصحة والجمال، فعندنا عروض حلوة وكمان عندنا منتجات جميلة. تعالوا نتفرج على مجموعة الشامبوات الموجودة عندنا، زي هنا هيد اند شولدرز. طيب رح نشوف هنا عندنا العناية الكاملة، طبعا كلنا احنا نحب ان يكون شعرنا غني وصحي، فجميل جدا ان احنا نستخدمه. وكمان تعرفون ايش مميزة هيد اند شولدرز؟ انه كمان يمنع ضد القشرة، وكمان عندنا انواع موجودة. تعالوا نشوف ماركة ثانية اللي هي عندنا بانتين. طبعا احنا كفتيات نحب ان يكون شعرنا انسيابي وحريري، فاحنا لازم نستخدم اشياء جيدة لشعرنا وما يكون فيها صوديوم كثير، وهذا من مميزات بانتين. طيب طبعا كل برودكتس انا قاعد اتكلم عنه في منه انواع كثيره، انا ممكن يناسبني انسيابي لكن واحده ممكن يناسبها في عندها تموجات لشعرها. طيب نتفرج على اشياء ثانيه كمان. عندنا بديل الزيت اللي هو اجمل شيء من بعد الشامبو. طبعا بديل الزيت يخلي الشعر رطب زي ما احنا نرطب بشرتنا، حتى شعرنا يحتاج انه يتدلع ونرطب بشرتنا. طيب كمان كل البرودكتس في انواع كثيره، انا يناسبني مثلا انه يكون شعري تالف فاحتاج شيء بديل الزيت للتالف، لكن انت عزيزتي المتابعه ممكن يناسبك شيء ثاني. فكمان نتفرج على ايش نشوف الشركه الثانيه الجميله. كمان احنا كبنات لازم نهتم بلون شعرنا انه بحيث انه ما يكون لونه باهت، وهذه الاشياء الجميله اللي ادتنا اياها دوف. تعالوا نتفرج على المجموعة كمان الكبيرة من الشامبوات. عندنا كلير، وكمان عندنا المجموعة الأكبر اللي هي السانسل، وكمان تعالوا نتفرج هنا عندنا لوريال، مجموعة أنواع شامبوات جميلة. وكمان من تجربتي الخاصة أني أتكلم لكم عن اللوريال، أنا عن نفسي أحبه واستخدمته وتجربة جدا جميلة، لأن اللوريال في نسبة كرياتين وكمان يعني مرة كويس للشعر ويعطي لمعانه. طيب تعالوا نتفرج كمان عندنا قرنيه، عندنا هنا الترا دوكس قرنيه مرة كويس للشعر لأنه في الأفوكادو. طبعا أنتوا عارفين إيش مميزات الأفوكادو. طبعا لا تنسون تسوون رتويت لهذه الصفحة، وأكثر واحد يسوي رتويت راح يربح معانا وراح تطلع النتائج بعد البث بساعة في جوائز قيمة. تعالوا نشوف نتفرج كمان عندنا كمان جيسمي، طبعا معروفة هذه الشركة، هي لحالها يعني تسوق لنفسها مرة كويس، هذا البنسم جدا مفيد للشعر. كمان تعالوا نتفرج هنا مجموعة شامبوات، تعالوا نتكلم عن كل الأشياء اللي البنات يحبوها اللي هي الأشياء العضوية للشعر. تعالوا نتفرج عن هير كلينك للشعر، شامبو تفرجتوا عليه جدا جميل للشعر لأنه ما في مواد كيميائية. تعالوا نشوف في منه أنواع مرة كثيرة، زي عندنا الحين هنا طبعا هو في جميع أنواع الشعر، في عندنا يستهدف الشعر المجعد أكثر شيء. تعالوا نشوف الشركة الثانية. كمان لا ننسى الشامبو حق سبانيش جاردن، طبعا من الأشياء الجميلة عندهم إن هذه مواد عضوية يعني ما راح تضر الشعر مهما استخدمتيها. طبعا عندنا مجموعة أنواع، زي عندنا الثوم، وعندنا كمان الفحم والأريغون، وعندنا بلسم الجنسر، وكمان الألوفيرا. طبعا ما يحتاج نتكلم عن الألوفيرا، وكمان عندنا اللي هو بلسم الأفعى، كل نوع وله شامبو. تعالوا نتفرج كمان عندنا هنا اللي هو الكوكونت ووتر، طبعا هذا شامبو برضو كمان عضوي ومن الأشياء الجميلة نستخدمها لشعرنا. كمان تعالوا نتفرج هنا كمان عندنا هنا سايس، طبعا عندنا بلسم بجميع أنواعه، كمان عندنا فاتيكا، وكمان عندنا بيرت بلس. تعالوا نتفرج من الأشياء الجميلة عندهم مشط خشبي، هذا يا بنات صحي جدا للشعر. عندهم كمان فرشات استشوار، وعندهم هملايا، طبعا من الأشياء الجميلة إنه هنا لولو يوفر لكم شركات منوعة ما يحصر لكم على شيء واحد. طبعا هملايا جدا جميل. تعالوا نتفرج كمان لا تنسون يا شباب ويا بنات انه تسووا رتويت على هذه الصفحة عشان تكسبوا معانا جوائز قيمة، والنتائج راح تطلع ساعة من بعد البث. تعالوا نتفرج هنا عندنا قسم الزيوت، طبعا من الاشياء الجيدة طبعا بعد ما نستخدم الشامبو فترة حلو ان احنا نستخدم زيوت،
عندنا هنا ما شاء الله عندهم زيت جوز الهند، وكمان عندهم جوز وعندهم زيت فتكة، وعندهم زيت فتكة، وكمان تعالوا نتفرج عندهم هنا زيوت منوعة، كمان برضو كمان هنا عندهم برضو كريمات ليش تصفيف الشعر، وكمان كريمات برضو لحماية القشرة. يعني احنا ما اكتفينا برضو بالشامبو، اكتفينا كمان كريمات، فهذا من الأشياء الجميلة ان احنا نسوي عناية كاملة. من الأشياء الحلوة هي مو بس كريم، هي ما هي بس كريم او مرطب، كمان حتى يعطي ريحة حلوة وجميلة، يعني حتى المكان ما يتضايق منك من ريحة شعرك، في ريحة جدا عطرة كويسة. تعالوا نتفرج هنا، عندنا هنا كمان برضو كريم للشعر في الحبة السوداء، طبعا هذا كلام اجدادنا زمان، الحبة السوداء ما لنا غنى عنها. تعالوا نشوف اشياء كمان، طبعا انا قاعدة اقول لكم بس شغلة واحدة عن المنتجات، لكن هي في اشياء مرة منوعة. عندنا كمان ضد القشرة وما تساقط الشعر، وعندنا شيء يخلي الشعر صحي وقوي وحيوي. تعالوا نتفرج كمان، عندهم هنا الجل، طبعا جل الشعر اللي حاب يثبت شعره بطريقة ويسوي تسريحة حلوة. طبعا هنا ما شاء الله شركة انرجي كومنسيست مرة جميلة، عندهم اشياء حلوة. طبعا هذا شوي نخصصه بالشباب، حاولي بنات تقللوا جل الشعر، شوفوا هنا انواع جيدة كمان، ولا احد يقدر ينكر هذا الزيت الحلو، ريحته جيدة، تفضلوا تشوفوه جميل جدا للشعر. طبعا هذا اويل مرة حلو للشعر كمان. عندنا البنات اسبري، بخاخ اسبري للشعر من لوريال، طبعا لوريال غنية عن التعريف. تعالوا نتفرج كمان ايش عندنا هنا، عندنا صبغات للشعر، طبعا هذه صبغات يعني تفضل للرجال للشعر الابيض كمان. طبعا اللي حب البنات يصبغوا شعرهم حواجبهم من صبغة فيجن، مرة جيدة للحواجب، ما تضر وليس فيها مواد مسرطنة زي ما يقولوا. كمان عندنا صبغات، عندنا صبغة من صبغة قرنية، مغنية عن التعريف. طبعا هذه مش بس صبغة تصبغ وكمان تغذي الشعر، يعني ما تسوي تلف كبير. طبعا ما نشوف هنا صبغة ويلا وصبغة بلت، الحنة الشعبية أيام زمان، الله يرحم أيام زمان. تعالوا نتفرج كمان على لوريال، الشيء الحلو في لوريال حاطين لكم ألوان الصبغات موجودة برا، تشوفوها كيف تست، يعني عندنا ألوان جيدة حلوة كمان. شوفوا تعالوا نتفرج على هذا اللون، شفتوا؟ طبعا منه مجموعة ألوان، في أحمر والرمادي والكستنائي. تعالوا نتفرج كمان، واو لا تنسون من الأشياء الحلوة إنه يقول لكم إيش شعركم كيف راح يكون قبل وكيف راح يصير بعد، هل هو راح يطلع اللون زي ما أنتوا تبغوه ولا لا. تعالوا نتفرج كمان، عندنا هنا الصبغة المؤقتة اللي هي البخاخ. تعالوا نتفرج كمان، عندنا شركة كلستون عاد شركة عريقة من زمان، لا ننسى من أهم الشركات العريقة اللي هي كلستون، مو بالصبغة حتى كمان فيها بديل زيت. تعالوا نتفرج كمان، طبعا خلصنا انهينا سواليف الجمال والأشياء هذه، تعالوا نشوف أشياء الصحة. تعالوا نتفرج عندنا كمان هايبر لولو، عندهم يقيسوا جهاز الضغط، يعني ما شاء الله تتسوقي وانت مرتاحة. كمان عندهم أجهزة جميلة غير أجهزة الضغط، وكمان أجهزة اللي هي البخار، وكمان أجهزة المساج. طبعا نجي من الأوفيس تعبانين، من شغلنا تعبانين، نحتاج شيء يريحنا. وكمان عندنا اللي هو الفوت سبا، تعالوا نتفرج عليه. طبعا انكرفتي من دوام، رجعتي من سفرة، جميل ان احنا نستخدمه وجميل انه يكون في كل بيت. طيب الاسعار خيالة صراحة وجدا براقة. تعالوا نتفرج على قسم ثاني، عندنا هو اللي هو قسم الشامبوات. طبعا كان يقول لأهلي زمان انه هذا الدوب مرة حلو للبشرة، كمان عنده هنا جميع الانواع، جميع الروائح الحلوة. تعالوا نتفرج كمان اشياء كثيرة، في هنا صابونات جدا جميلة من بلدان مختلفة، وأجمل شيء صراحة أعطتنا إياه تايلاند اللي هو صابون الخيار. كمان في أشياء جدا كثيرة، مو بس صابون الخيار، كمان عندنا اللي هو صابون البابايا والتوت الخيار، يعني هي منوعاتنا تايلاند واجد أشياء. تنسوا معانا أعزائنا المشاهدين تسووا رتويت لهذه الصفحة
عشان اللي يبغى يربح معنا كلكم ربحانين ان شاء الله. بعد البث بساعة تطلع النتائج، بس سووا اكثر واحد سوي رتويت هو حيفوز معنا. تعالوا نتفرج هنا كمان، كله شامبوات كله صابونات. ومن الاشياء الحلوة سوت لنا اياها لوكس، هي مو بس صابون، هي كمان روائح جيدة وروائح مرة جميلة. تعالوا نتفرج هنا كمان برضو صابونيات واشياء البشرة. طب ممكن نتفرج على اكثر شيء جميل عندنا لوكس. لوكس مو بس رائحة حلوة وغنية، كمان مسوينا عرض جدا جميل ومرة حلو على البشرة وناعم ورقيق، فحلو انه يكون موجود عندكم في البيت من الاستخدام اليومي لانه ما يخلي البشرة جافة. تعالوا نتفرج على الاشياء الموجودة عندنا. كمان عندنا هنا ليفا بجميع انواعها، تفرجوا على الليف حلوة، في هي شوية الخشنة في شوية الناعمة، جدا جميلة على البشرة كلها ما تضر على البشرة. تعالوا نتفرج على الأشياء اللي عندهم هنا. هنا كله ديودرنت وأشياء صابونيات وغسول الفم. تعالوا نتفرج هنا عندنا مجموعة ديودرنت، مجموعة الديودرنت نيفيا، وعندنا دوف كلها حلوة، بخاخات ذو رداد جميل وليس هو مضر، بخاخات جدا جميلة بنكهات جدا حلوة تمنع التعرق. كمان عندنا دوف، إذا ما ناسبك البخاخ ممكن يناسبك اللي هو الكريمي، ممكن تستخدموه إذا هو يناسبكم أكثر من البخاخ. تعالوا نتفرج على أشياء ثانية، طبعا كلها ذات روائح جيدة يعني. وعندنا ريكسونا، كمان عندنا هنا أشياء شركات جدا مختلفة تتنافس من بعضها. كمان عندنا من الأشياء الجميلة الحلوة للبنات، طبعا جدا جميل هذا كريمي على لزج يمنع التعرق، وكمان يدي ريحة جدا جميلة، كمان ممكن يخلي الأندر آرم شوية وايت يعني ما يغمق، ما عكس الشركات يعني الثانية للنساء. كمان هنا في أشياء كثيرة هنا للرجال برائحات رجالية جميلة جيدة. كمان ما ننسى معطرات الجسم بعد الاستحمام، وهنا كمان كله أشياء جيدة للرجال وجيدة للنساء، بس هذه مختصة شوية للرجال لأن تعرف كل واحد هرموناته مختلفة عن النساء. نتفرج عن قسم ثاني، تعالوا معايا نتفرج على قسم جدا جميل، وهو وقت الاستحمام عندنا ديتول 99% نظافة. وكمان عندنا أشياء حلوة اللي هي اللايف بوي، ترى جيدة جدا للجسم الدهني يستخدم له لايف بوي. كمان عندنا لوكس، والأشياء الحلوة سوانا إياها لوكس إنه يصير عندنا كما سوتنا إياها دوف رغوة استحمام. تعال نتفرج كمان عندنا نيفيا روائح جدا جميلة. تعال نتفرج عطر الزناجي عندكم، هذا هو غسول جسم جيد جدا، كمان غسول فيه نسبة أويل بسيطة تنعم الجسم تعطيه نعومة. تعالوا نتفرج كمان على أشياء حلوة عندنا هنا، جل استحمام معطر من شركات ثانية. كمان لا حد ينسى وأذكركم أنه عندنا جوائز قيمة، واللي راح يربح فيها اللي يسوي أكثر رتويت، والنتائج راح تطلع بعد البث بساعة. وتعالوا نتفرج كمان على الأشياء الحلوة اللي هي غسول الأيدي من ديتول ومن لوكس ومن أشياء عود سلطاني، طبعا جيدة العود السلطاني حلو حلوة جيدة للعزايم، جميلة ريحتها، وكمان جدا ريحتها ريحة أيام زمان نقدر نقول ريحة النظافة. وكمان عندنا أنواع صابونات، كمان عندنا حتى اللايف بوي سوالنا صابون أيدي. لا ننسى هنا المعقم، إحنا بزمن الكورونا فنحتاج إحنا نعقم يدنا، يعني أشياء حلوة كمان إن هي موجودة تنحط بالشنطة وين ما تمشي هي معاكي، تحمي نفسك وتحمي بيتك وعائلتك الجميلة. يلا تعال نتفرج على القسم الثاني، اتبعوني نشوف الجزء الثاني. تعال نتفرج على أشياء حلوة مهمة للبشرة، سكين كير من فروم سامبل. عندنا ماسكات تقدر تستخدميها في بيتك ما يحتاج تروح الصالون. عندنا أشياء الشعر اللي هي بديلة زيت. تعال نتفرج على أشياء جميلة عندهم اللي هي فير لافلي كريمات للبشرة، كريمات للبشرة للعين. كمان عندهم واقي شمس جيد جدا للبشرة يحميكي من أشعة الشمس الضارة.
تعال نتفرج على كمان عندهم غسول وجه من دوف، وعندهم مسكات برضو من شركات ثانية. فحلوة هذه المسكات برضو تغنيك ان انت تروحي الصالونات، مسكات تنقي البشرة، تدعم البشرة بالكولاجين بالمواد الفيتامينات. تعال نتفرج، عندنا هنا كمان كولاجين بيبي كريم. عندنا بدل ما تستخدمي كريم الأساس القوي في كل صباح تقدر تستبدلي بيبي كريم. طبعا بيبي كريم في منه متوسط لجميع أنواع البشرة وألوانها، وكمان مدعم بالكولاجين، وهذا أهم شيء بالنسبة لنا يا بنات. ما ننسى هنا كمان عندنا غسول، ما نهتم للميك اب وبس ننسى كيف ننظف بشرتنا. عندنا أنواع الغسولات، وعندنا كمان اللي هو جل خالي من الزيوت، اللي هو هذا الجل هو ينظف العين ويمسح لك إياها من مثلا الواتر بروف من أنواع المسكرة أو الميك اب. فتعالوا نشوف، عندنا هنا كمان ماسكات من نيفيا اللي هو قناع مقاوم للتجاعيد. طبعا جدا جميل هذا للبشرة لأنه يعطيك وجه مشدود جدا، فتستبعدي عن الفيلر والبوتكس. فتعال نتفرج، هنا كمان غسول، أنواع الغسول من نيتروجينا. عندنا كمان هنا كريمات اللي هي تفتيح وتوحيد ألوان البشرة. تعالوا نتفرج، عندنا كمان هذه الموية اللي هي مفيدة للبشرة، في منها أنواع، في منها الخيار والبابايا والليمون. طبعا إسكيلون معروف من نفسه، في أشياء غيرها كمان. عندنا لوريال اللي هي كريمات اللي هي في منها الصباح في منها الليل، نستخدمها عشان يعطي نظارة للبشرة وتحت العين ممكن تكون. ممكن نتفرج هنا كمان موية ميسيلار والتنظيف البشرة من الميك اب اللي هي من عندنا من جارنيه، فيعني أشياء حلوة لإزالة الميك اب. ثاني نتفرج، عندنا كمان كريمات أولي، في جميع الكريمات، كريمات هو في برضو أولي منه غسول للوجه، وعندنا منهم كمان كريمات، كريماتهم جدا جميلة حلوة للبشرة لأن فيها حجم ترطيب جدا عالي للبشرات الجافة. فتعال نتفرج، طبعا هذا اللي استخدمه كضغاط للبشرة، هذا غسول. ففي أشياء جدا جميلة وروعة، طبعا في أشياء غسول التبييض اللي هي في البنانة وأشياء الفحم كمان. ممكن الكل يعني يستخدم الشيء اللي يناسبه والرائحة والميزة اللي هي ناقصته يدورها في الشامبو غسول البشرة. تعالوا نتفرج على قسم ثاني، هي جدا حلوة وأسعار جدا منافسة، حي الله من يجي لولو. تعالوا نتفرج، عندنا هنا أمواس حلاقة. طيب من الأشياء الجميلة للنساء اللي هي جلت موس حلاقة نسائي، اللي يميز فيه انه بس يشيل الشعرة غير انه يرطب الجسم، ما يتشقق لك جلدك. كمان تعالوا نتفرج، غير ما احنا متعودين كالعادة عندنا اللي هي اشياء الشمع والكريمات من شركة فيت مسويتنا اياها. تعالوا نتفرج، كمان شركات جدا منافسة لشركة فيت اللي هي عندنا كريمات ازالة الشعر، وعندنا اشياء جيدة. تعالوا نتفرج، هنا في كل بيت وفي كل دار موجود اللي هو القطن، قطن الشمع الاذني. تعالوا نتفرج، عندنا اشياء جيدة كمان هنا. طبعا شركة جونسون حنونة ولطيفة على البشرة، وقطن جدا جيد، وقطن 100% اللي هي للاذن. طبعا هنا كمان عندنا اللي هي مزيلات المناكير اللي ممكن نستخدمها القطن على البشرة، يعني قطن 100% ما يضر على البشرة، قطن طبيعي. وكمان هنا نفس الشيء زي ما قلت لكم. تعالوا نتفرج على القسم الثاني، بس برضو أذكركم يا جماعة لا تنسوا الرتويت، اللي راح يسوي أكثر رتويت لهذه الصفحة راح يربح معانا جوائز قيمة، ونتائج السحب راح تطلع بعد البث بساعة. شوفوا أنا وين واقفة في أجمل قسم وأحلى قسم اللي هو قسم الركن، زي ما هو قدامكم ركن المنتجات العضوية والطبيعية، الركن الحنون للبشرة والدافئ للجسم. تعالوا نتفرج زي ما هو مكتوب عندنا، عندنا هنا قناع طيني بالشوكولا. طبعا قناع طيني بالشوكولا كله مواد عضوية ولا يوجد فيه أي مادة كيميائية،
كمان ليش ما تكلمنا عنه اللي هو سبانيش جاردن وستيفيز؟ طبعا ستيفيز اللي هو غسول للجسم، اذا انتم حابين تشوفوا هذا هو بالتوت. ستيفيز غسول جسم عضوي يعني حنون على البشره، يعني ما في مواد كيميائيه. تعالوا نتفرج كمان زي ما عرضنا لكم قبل شويه لوكس. طبعا اللي يحب سواليف الدلع، سواليف الرغوه في الاستحمام، طبعا غير اللي هو غسول الاستحمام في رغوه اذا انتم عندكم بانيو حابين تدلعوا. كمان تعالوا نستخدم عن الاشياء الحلوه وسواليف البنات اكثر شيء اللي هي اشياء عضويه. يعني صراحه لولو ما قصر معانا، لولو صار عطار ومستشفى في كل حاجه، اللي هو زيت النعناع كمان زيت عضوي، يعني ماخوذ من النعناع ومطلعينه زيت نعناع عضوي. تعالوا نتفرج هنا عندنا هو زيت الصبار، زيت السمسم. تعالوا نشوف هنا في شيء كمان نسيناه، اجمل شيء اللي هو تعالوا نشوف الشركه حقته اللي هو زيت الاورجان مع زهره البرتقال. طبعا هذا الزيت جدا حلو للشعر، طبعا من كثر ما هو يعني كويس جدا محطوطه بعلبه صغيره لانه جدا كويس. تعالوا نتفرج عندنا سانسلك، تعالوا نشوف سانسلك عندنا اللي هو شامبو بالكوكينت. نرجع ونكرر هذه اشياء عضويه، يعني لو استخدمها استخدام اليومي ما راح يضر ولا يبهت لون الشعر لانه مواد عضويه. اللي يبي يفهم ايش يعني كلمه عضويه، معناته مواد طبيعيه مستخلصه من النبته على طول منها، ما في اي ماده كيميائيه. تعالوا نتفرج على اجمل شيء، اجمل شيء صراحه صنع اللي هو جل الصبار. جل الصبار هو موصل للبشرة، هو للشعر، هو حتى نستخدمه طبيا لإزالة إذا صار عندنا جرح ممكن نستخدمه لأنه يصغر الجرح، ملمسه جدا جيد ومفيد. طبعا معروفة الألوفيرا غنية عن التعريف، سبحان من خلق هذه النبتة. كمان عندنا اللي هو سيجنال، اللي هو سيجنال معجون أسناني عضوي برضو بالنعنع، جدا حلو، يعني مو بس ينظف حتى رائحة الفم تصير جميلة جدا. تعالوا نتفرج. وكمان عندنا اللي هو فازلين، لكن فازلين عضوي. تعالوا نتفرج هنا الصبغات، والله احنا الحريم نحب الصبغات، نحب التلوين، بس نخاف نقول هذا يتلف شعرنا وما يتلف شعرنا. بس معاكي هذه الشركة الجميلة كلها مواد عضوية، تصبغي من هنا لبكرة، تغيري اليوم بعد شهر تغيري، طبعا كله عادي. ليش؟ لأنه مواد عضوية، عندنا ألوان كثيرة، شوفوا كلستم ما قصرت بألوانها جميلة وممتعة، يعني عندنا الأحمر الأشقر درجات الأسود المزرق، وعندنا أشياء كمان حلوة إنه كل هذه فيها زيت، مو بس هي صبغة، احنا ما نستهدف نلون الشعر قد كمان ما نستهدف إنه تكون نوعية شعرنا فيها عناية. كمان عندنا اللي هي الزيوت بديل الزيت. تعالوا نتفرج هنا كمان اللي هي المنتجات هذه الجميلة، الأشياء الصحية والطبية، يعني إذا ظهرك يوجعك، رجلك تعورك، تستخدمي هذه الكريمات العضوية. فكمان تعالوا نتفرج لصقات الجروح، أجمل لصقة جروح، أشكال كثيرة ومتعددة لجميع الأجزاء الجسم، ولصقة جروح صحية وطبية جيدة. نتفرج طبعا هملايا ما قصرت، تعطينا كريمات ناعمة للقدم، يعني تنعم القدم وتعطيه صحة وحيوية. تعالوا نتفرج على أشياء ثانية كمان عندنا شركة فازلين كاملة، طبعا فازلين وأشياء غير فازلين تنافس فازلين لكن نفس المعنى، لوشن جسم في يعني قوة ترطيب جدا عالية وجميلة، في يدوم لك أكثر من 21 ساعة. تعالوا نتفرج على القسم الثاني، تابعونا بالجزء الثالث. تعالوا نتفرج على الأشياء اللي عندهم الجميلة اللي هي السيشوار، اللي هي من بني سينيك. طبعا بني سينيك معروفة ما تحرق الشعر، يليس الشعر ويسشوره بطريقة جدا جميلة. وعندنا كمان اللي هو شركة من بيبيليس، اللي هو اللي ما يحب الشعر يكون مستشفى بس يليسوه، جدا جميل. تعالوا نتفرج كمان، احنا مو بس يعني هضمنا حق الرجال، كمان عندنا اشياء حلاقة رجال جدا جميلة من شركات مختلفة من بني سينيك وشركات اخرى. تعالوا نتفرج على الاشياء الثانية، عندنا زي ما تكلمنا معقمات جميلة،
ايش تنحط بالشنطه تحمي نفسك تحمي احبابك من كورونا باذن الواحد الاحد. كمان عندنا هنا صابونات جيده للبشره يعني كلها كويسه، وعندنا كمان زيت الشعر، وعندنا زي ما تكلمنا داب شامبوات للشعر جميع انواعها الجميله، وبرضو بديل الزيت الموجود عندكم والصبغات. من الاشياء المهمه اللي كل بنت تكون عندها اللي هو المسلر ووتر اللي ينظف المكياج ويمسحه، فيعني اشياء صراحه جدا جميله عندهم، اشياء متنوعه. وعندنا كمان زي ما تكلمنا هنا شامبوات بجميع انواعها وشركاتها، وبرضو ايش اللي هو تريزمي. لا ننسى نعيد ونذكركم، ابغى الكل معايا فايز يا متابعيني، اللي راح يفوز معايا يسوي رتويت وينتظر السحب بعد البث بساعة ان شاء الله. ثاني نتفرج كمان باودر للجسم عندهم، وعندهم اشياء كريمات نيفيا لوشنات للجسم. ثاني نتفرج كمان اللي هو هنا عندنا معجون اسنان جدا جميل. وعندنا هنا ما شاء الله يعني هايبر لولو فعلا كان منظم وشامل كل حاجة عندهم، عندهم عطور. تاني تفرجت هنا زي ما تكلمنا عن الصبغات واشياء الجميلة للبشرة اللي تبيض البشرة. في عندنا منها نوعين اللي هي من اولي، في كريمات الليل كريمات النهار، هذه لعناية البشرة. تاني تفرجت كمان على اشياء جدا جميلة عندهم، كريمات الشعر زي ما تكلمنا عنها سابقا، وطبعا غنية عن التعريف شركة هملايا. كمان زي ما تكلمنا هنا عندهم عطور. تعال نتفرج عندهم باودر للأطفال، عندهم غسول للوجه. تعال نشوف عن نيتروجينا غسول وجه جدا جيد للبشرة، لأنه في حبيبات ينظف أعماق البشرة مو بس البشرة من السطح الخارجي. كمان عندنا اللي هو زيت جوز الهند للشعر، وكمان لبس الكورونا والفيسشل اللي هو للبشرة، وكمان عندنا سجادة صلاة، وكمان عندنا أشياء الفيس ماسك. يعني ما شاء الله هايبر لولو غنيين بالتعريف. وعندنا هنا أشياء الجلوفز، ما ننسى الأشياء اللي هي أشياء الغسيل، مزيل البقع، وكمان عندنا مزيل البقع مش بس حتى في الملابس، حتى في المكواة وحتى في الصحون. تعالوا نتفرج طبعا شركات كثيرة متنوعة، فتعالوا نتفرج هنا كمان فوط صحية عن النساء، وتعالوا نتفرج هنا أنواع الليفات للصابون استخدام المطبخ، وأكواب ورقيات وأشياء الصحون أشياء السفريات اللي إحنا نستخدمها بالرحلات، فتعالوا نتفرج. وكمان عندنا اللي هو أنواع التصدير أشياء السفريات. لا ننسى نذكركم آخر مرة وهذه آخر توديعة، إنه لازم تسووا رتويت لهذه الصفحة عشان تفوزوا معانا بجوائز قيمة. فإن شاء الله أتمنى إنكم كلكم فايزين معايا، وما تنسوا تسووا رتويت عشان تحصلوا على جوائز جدا كويسة وجميلة. فأنا تشرفت فيكم، تشرفت في متابعتكم، معكم الميك اب ارتست حليمة سباعي في لولو السعودية. أتمنى لكم يوم جميل، مع السلامة.